ذكر الطفوف ويوم عاشوراء منع جفوني لذة الإغفاء وتذكري رزء الحسين بكربلاء أغرى دموع العين بالإجراء لم أنسه لما أتى من طيبة لم أنسه إذ ترك المدينة خائفا حتى أتى البيت العتيق والقلب في هم وفرط عناء حتى قضى مناسك حجه يعني العمرة حتى قضى مناسك حجه ثم انثنى يبغي العراق برهطه السعداء حتى أتوا أرض الطفوف فدتهم أرض الطفوف وأرض كل بلاء ويلاه ويلاه إذ وقف الجواد ولم يسر ويلاه إذ وقف الجواد ولم يسير فدعا في قومه الخلصاء ما الأرض قالوا نينوى ما الأرض قالوا نينوى فتنفس الصعداء وقال هنا حلول بلائي حط الرحايال فذا مناخ ركابنا وبهذه مصرع الشهداء وبهذه الأبطال تقتل والنساء تعلو على قتب بغير وطايا ما سار ما سار ما سار مهر حسين برض الطايف ما ساير وقفوا بوقفة الحسين ما ساير إشارة بهالأرض ما ساير للنسوان تروح للطاغي هدية إيه بالله تروح للطاغي هدي لشافت العسكر واصبحت زينب حزينة صاحت على العباس يا حامي الضعيف
قولوا لوالينا يرد ابن المدينة. وهذه المحامل خدروها وخلنا هنشيل، هل كيف أنا أتقدى لأخو يا حسين بالشوم، والأرض هذه كربلا نور على نور، والأرض هذه كربلا والشهر عاشو هنا محل المرجلة وعز الرجا. خاف يقول حسين ما شاروا علي إلا من الذلة من خوف المنية، وانا على اسمي خود جيد ومسرية. يا الحبل ما الحرب ما هاب ولم لاقى الرجاج، هادي يا زينب كربلا يا عزنا وسعدنا، لو ننطرد بالسيف عنها ما انطردنا. وانت يا زينب يا اختي دي بشري من بعدنا، بشري بحز حبال وركوب المها، ولكن الأمر لله عليه توكلت وإليه أنيب، ولا عدوان إلا على الظالمين. قال الجليل في محكم كتابه المنيف وخطابه الشريف: بسم الله الرحمن الرحيم. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار، أن بورك من في النار ومن حولها، وسبحان الله رب العالمين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. هذه الآية تشير إلى قصة من قصص نبي الله موسى، وذلك بعد أن أكمل 10 سنين مع نبي الله شعيب. خرج بأهله متوجها إلى مصر، متوجها إلى أمه وإلى أخيه موسى، إلى أخيه هارون. فوصل إلى هذه المنطقة اللي يقال لها طوى، وادي طوى. وصل إلى هذه المنطقة وكان الجو قارسا باردا شديد البرودة، وزوجته أيضا حامل مقرب، يعني أيامها واصل للوضع والولادة، فخشي على زوجته وأيضا خشي على نفسه، إذ هو مطلوب للسلطات المصرية الفرعونية التي كان قد خرج خائفا منها. الآن بعد 10 سنين يذكرون ما يذكرون، فكان يحمل خشيتين. لما وصل إلى هذا الموضع، إلى هذا الوادي، وإذا يرى ناراً من بعيد، والنار تفيد الإنسان البردان، الإنسان اللي في البرد، هذه فاكهته، يقال النار فاكهة الشتاء، فكيف وهو محتاجها بشكل ضروري، مو يتفكه بها، فاستأنس بها.
وقال لزوجته أمكثي حتى أرجع لك أجيب جذوة، أقتبس جذوة من النار وأرجع. لما وصل للنار رأى عجب، شاهد نارا مشتعلة وفيها شجرة، هذه الشجرة خضراء لم تغيرها النار ولم تجففها ولم تحرقها، فالنار تنطفئ بخضرة الشجرة ولا الشجرة تحترق بحرارة النار. هذه أول كرامة رآها موسى بعد ما صار نبي. الآن طالع من نبي الله شعيب، بس ما هو نبي موسى. موسى طلع من مصر وهو شاب، بعد ما صار شنو؟ بعد في سن 30 أو أقل. بعد ما صار شنو؟ ما صار نبي، صار نبي في سن 40. الآن هو شاهد هذه الكرامة، هاي الكرامة العظيمة من الله سبحانه، فأراد قرب ضخف حتى يقتبس نارا. فلما اقترب وإذا النار هي نفسها تجي إليه، فخشي منها ففر منها، فالتفت وراءه وجدها رجعت. كرر الفعل مرة ثانية، هو يطمع فيها وهي تطمع فيه، أيضا جاءت له ففر منها، ثم التفت وراءه وجدها رجعت. في المرة الثالثة جاءه نداء من الشجرة، من داخل الشجرة، وهذا النداء هو هكذا يحمل هذا المضمون. فلما جاءها نودي، شنو هذا النداء؟ نودي أن بورك من في النار ومن حولها. قل لي لا تخاف، يعني ترى هذا إلا في النار بركة خير، البركة استمرار الخير وكثرته، يعني خير كثير وفير موجود. أن بورك من في النار، هذا اللي في النار الشجرة أو غير الشجرة الموجود في هذه النار، هذه نار مو مثل أي نار، هذه نار مثل نار الخليل، يا برد كون يا نار كوني بردا وسلاما. هذه النار هكذا، بل فيها بركة. فعندئذ سمع هذا النداء، نودي من في النار، بورك من في النار، هذا النداء، أن بورك من في النار ومن حولها. الآن بنرجع إلى أجزاء الآية، لكن هذا النداء موجود. في نداء آخر ذكره القرآن، قال إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس. شنو طوى؟ هو في نفس الحركة، لما جاء إلى الوادي جاء إلى هذا الموضع اللي فيه الشجرة، بس هنا قيل له أن بورك من في النار، هنا قيل له فاخلع نعليك، إني أنا الله ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. طوى مكان مقدس وقدس مرتين، إذا يقال له طوى، طبعا في سورة النازعات هم فنادى ربه بالوادي المقدس شنو؟ طوى. تكرر في القرآن مرتين طوى، طوى من الطي، فكأنما هذا الموضع قد طواه الله، الشيء الذي يطوى مرتين الفرش وغيره يقال له طوى، فهذا الموضع طواه الله بالبركة والخير والتقديس مرتين، فلما طواه الله مرتين قيل له طوى، هذا موضع تقديس. ليش الآن الله سبحانه وتعالى طواه وقدسه وبارك فيه مرتين؟ بيتبين من الحديث الجار، أسباب البركة، أسباب الخير، أسباب التقديس للأماكن المقدسة التي تقدس. الآن بعض الأمور الإنسان يقدس أشياء، بس هي شنو هذه الأشياء اللي يقدسها؟ هذا التقديس مخترع ما في فائدة. واحد مثلا صار عنده عقيدة أنه إذا يكسر بيضة على صخرة
تتحقق حاجته، أو الجن يروحون عنه، أو فيجي يكسر بيضة. يجون دول الأول يحدثني بعض كبار السن، يقول إحنا هذه الصخرة واجد فادتنا، الأول ما في بيض قليل ومثل الآن التدجي، يقول إحنا إن جينا ناكلها عليها بيضة وعليها شكر ودهن يحطون على الصخرة، إلى من هو ما ندري، يحطونها للجن يحطون هذا لهم يجون يصفون، هذا ما في فائدة. فيصير بعض الأحيان تقديس واحترام كبير لشيء وهو شنو؟ بلا فائدة بلا بركة، خرافة أسطورة. فيجون دولة بعد شافوا فلان كسر بيضة، يقومون يكسرون بيضة ويقدسون الصخرة، ويقول لي أحد لا تشيلها من الطريق، إن شلتها هذه حتى لو تعارض المارة، إن شلتها صار فيك شيء غير جيد. تصير التقديسات شنو؟ المخترعة. لا، إحنا عندنا التقديسات في القرآن لها أسباب مربوطة بالله، فحتى لو عقلنا ما تقبلها بس لأنه يوجد أثر ما تقبلها، مو بمعنى أن العقل ينكر، لأن كل شيء له علة، وهذه علة علة غيبية، وإنما بمعنى أنه إحنا ما شفنا بالحس كيف حصل هذا الأمر، وإنما أخبرنا به الأثر والخبر فنصدق بذلك. فهنا يوجد هكذا تقديس، تقديس قائم على أسباب، احترام وبركة قائمة على أسباب. أرجع الآن، قد يقول واحد يعني إهني نودي أن بورك من في النار، بينما هنا قال شيء آخر، قال فاخلع، النداء هكذا، فاخلع نعليك. النعلين إما يراد بهما النعلين الحقيقيين اللي يلبسهما الإنسان في رجله، وإما أن يراد معنى أعمق، مثلا فسر بما ذكرنا في بداية الحديث أن موسى خرج وفي قلبه خوفان، خوف على زوجته وخوف من الفراعنة، هاي الخوف الثاني. فيقول لي اخلع هذا من قلبك، سلم الأمر إلى الله، خوفك على زوجتك الله بيتكفله، خوفك من الفراعنة الله بيسلمك من فرعون، فاخلعنا عليك. وهذا يتناسب مع التفسير الذي ذكر عن الإمام الحجة عجل الله تعالى له الفرج، إذ فسره بحب الزوجة، كان يحب زوجته ويخشى عليها، خايف أكثر من اللازم عليها لأنها حامل والجو بارد وما أشبه ذلك. فليس كما فسر البعض أنه كان يلبس نعلين من ميتة حمار، ما الجلد حمار ميت، يقول إمام الحجة معقول يعني هذا نسب نبي الله إلى الجهل بالفقه، هذا معناه موسى ما يدري بالفقه فأخذ نعلين من ميتة حمار، لا زين. لكن هذا النداء هو جزء من النداء الكلي، النداء الذي نودي به نبي الله موسى متعدد له جمل وفقرات، فالقرآن يذكر بعضها، يذكر الفقرة الأولى يقول لي أنه أنت في النار يوجد شيء مبارك، أنبورك من في النار ومن حولها، هذا جزء من النداء. الجزء الآخر من النداء قال له فاخلعنا عليك، وقال لي هاي المقدس، هذا الوادي مقدس، فإنك بالوادي المقدس طوى، ما في تنافي. ومن هنا جاءت الروايات تقول نودي بعدة نداءات، بمعنى أن كلها نداء واحد لكن لها أجزاء، خطاب بعبارة أخرى يحمل فقرات وجمل، فقد تسمع في آية ثالثة وأيضا في آية رابعة نفس هذا التعبير. زين، هذا يشير إلى أن النداء واحد وأجزاء ذكرت في آيات، بثت في آيات متعددة بحسب المقام، القرآن يعرض المعنى الذي يريده. ما هو الذي في النار الذي صار بركة؟ قيل نفس الشجرة، هذه شجرة مباركة لأنها صارت محلا لكلام الله، نزل فيها شنو؟
كلام الله. هذا سبب من أسباب التقديس، أنه الوحي نزل وكلام الله صار في هالموضع. ولذلك إحنا مثلا كان سابقا عندنا مسجد يسمونه مسجد المائدة، هذا هدموه. شنو هذا مسجد المائدة؟ مسجد المائدة نزلت فيه سورة شنو؟ المائدة، نزلت فيه سورة المائدة، فصار مقدس مسجد، مكان يصلى فيه، مشهور من الآثار. الآن راح مثلا عندنا مسجد الثنايا، بسبب دفن أجزاء من ثنايا رسول الله صلى الله عليه وآله في هذا المكان، إذن احتضن هذا الموضع مثل هذا الشيء، فما بالك إذا احتضن جثمان رسول الله محمد، اللهم صل محمد، فاحتضن جسم النبي، جثمان النبي، الأنفس الأقدس، فصار مسجد النبي، تشد الرحال له، مسجد مبارك، مسجد مقدس. هذه أسباب. من ضمنها قيل لا، أن هذا الموضع بورك من في النار مو فقط لأنه كان في هذا الموضع الشجرة إلا الله جعل فيها الكلام وتوجه الكلام لموسى، لا، يوجد الملائكة في هذا الموضع وحوالي الموضع أيضا، بورك من في النار ومن حولها، يعني الملائكة اللي كانت موجودة في هذا الموضع. هذه أسباب للتقديس، هذه بحسب عرض شنو؟ عرض القرآن الكريم. وحولها قيل النعم من الطيبات، من الأشجار، من الثمار الموجودة في هذا الوادي المقدس، لكن هذا الوادي المقدس أمر نبي الله أن يخلع نعليه، وقالوا السبب أنه مكان هذا الوادي مبارك، وأراد الله أن رجلي نبي الله موسى تلامس الأرض. وبهذا نعرف سر التشريع الوارد للحجاج اللي يروحون أول مرة، اللي يسمونهم الصرورة، الصرورة يعني الأول مرة رايح الحج، هذا من يوصل إلى المشعر، المشعر الحرام محل مقدس، يستحب له أن يطأه حافياً. ليش؟ حتى رجليه تلتصق بإيش؟ بالأرض. الآن شنو الأسرار؟ هذه غيبية، لكن في آثار ملموسة وأخبار تخبر بذلك، فهذا مستحب. نفس الشيء هذا قرآن، إليه أصل قرآني، مو بس أثر. نبي الله موسى أمر، هذا من أجل أنه الإنسان يبني في نفسه الاحترام للأشياء التي ينبغي أن تحترم، الأشياء التي تكون مقدسة، لأن هذه ترفع من روحية الإنسان كما بينا سابقا، على المستوى المعنوي ترفع. ومن هنا نجد أن اختيار الإمام الحسين لكربلاء هو نتيجة معرفة مسبقة بهذه المقعة المباركة والطاهرة اللي تحدث عنها الحسين، قلنا في خطبته في مكة قال خير لي مصرع أنا لاقي، وحدد بالدقة بين النواويس وكربلاء، هذا الموضع الذي جاء في الأخبار. مثلا أمير المؤمنين سلام الله عليه يمر بعد صفين، كما يخبر ميثم بن سليم، يقول غزونا مع علي غزوة صفين، فلما رجعنا وصل إلى كربلاء فصلى بنا، فلما انتهى سلم من صلاته، سلم أنهى الصلاة، رفع تربة منها وشمها وقال آه لك من تربة ودماء تروي هذه التربة، يبعث منك أناس إلى الجنة بغير حساب. هذا ميثم ابن سليم ما هو شيعي، يقول أنا زوجتي تتشيع لعلي بن أبي طالب، هو لا، ليس شيعيا وإنما مسلما عاديا، يعني ما يقول بإمامة أمير المؤمنين،
فلما رجع إلى زوجته اللي هي جرداء بنت سمير قال لها: لقد رأيت عجبا من صديقك. صديقة يعني يقصد علي بن أبي طالب حيث تتولاه. قالت: وماذا؟ قال لها: إنه رفع تربة من أرض كربلاء وشمها وقال: كيت وكيت، أو كذا وكذا. فقالت له أي قال لها: أيعلم الغيب هو؟ حتى يحكي بهالحكي يعلم الغيب. يقول: فقالت له: دعنا من حديثك، فإن أمير المؤمنين لا يتكلم إلا بالحق. علي بن أبي طالب ما يتكلم إلا بالحق. هذا يقول: فيما بعد أنا كنت في الخيل التي بعثها عبيد الله بن زياد، فوصلنا وإذا الحسين في كربلاء في نفس الموضع مع أصحابه في نفس الموضع. أنا حافظن يقول: في نفس الموضع الذي جلس فيه علي بن أبي طالب وصلى ورفع التربة منه. يقول: هذا ذكرني بكلامه، يعني الكرامة واضحة. فجاء إليه وأخبر الحسين بأنه سمع أباه يقول كذا وكذا في نفس هذا الموضع. ثم قال الحسين لذلك الرجل، قال له: دعنا من ذلك، أنت تيكون تحدد موقف، هل أنت معنا أو علينا؟ فقال: يا ابن رسول الله، أنا لست معكم ولست عليكم. قال: إذن انصرف، فإنه لا يرى أحد بارقة السيوف سلت علينا ولم ينصرنا، ما سحب السيف ويانا، إلا وأدخله الله النار. هذا قول جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول: فعندئذ صنع ما ذكره الحسين. يقول: ابتعدت بعيد حتى عميت علي الأخبار، أخبار كربلاء، ما أشوف شنو جرى. هذه تنقل أيضا في رواية أخرى بنفس المضمون، بس ما ذكر خبر أن له زوجة ورجل آخر من بني ضبة، ليس هذا ميثم ابن سليم، وإنما رجل آخر أيضا شاهد نفس هذا المعنى من دون أن يذكر حديث الصلاة. ويوم كربلاء لما شاف الحسين ذكر إليه هذا الأمر، ووجد بين يدي الحسين مال هذه الزيادة. هذا الرجل لما سأل الحسين: أنت لنا أو علينا؟ قال: لست لكم ولا عليكم. ليش؟ قال: أنا علي دين، أريد أن أرجع، وإذا عبيد الله بن زياد يرى أني نصرتك أنا ما راح أقدر أرجع الدين. قال له الحسين سلام الله عليه: أنت ورأيك، لكن هذا المال أمامك، إذا تريد تأخذ خذ منه لقضاء شنو دينك قبل أن يحرم، يعني بعدين يصير حرام لما يقتلوننا ويجون السلبون، الآن أنا أحل إليك، هذا عندي، فبإمكانك أن تأخذ منه وتنصرف، مو حتى تنصرني، لا، تأخذ وتنصرف. فقال: لا أجمع عليك ذلك يا ابن رسول الله، أخذلك وأخذ مالك، أنا ما نصرتك وبعد أخذ من المال، ما أفعل هذا. إلى بهالمستوى خلنا نقول الضئيل شوي عنده وجدان، يعني ترك الحسين، ما نصر هذا الرجل من بني ضبه. فكان واضح أنه هذا الموضع موضع شهادة الحسين سلام الله عليه، والحسين جاء ويعرف هذا الموضع، ولذلك كان يطوي المواضع. هذا الموضع هو أخبر عن أبيه عن جده رسول الله، كما ذكرت أم سلمة أنه موضع يجتمع فيه الأنبياء والأوصياء، فلذلك هو مقدس. هذا موضع أيضا يدفن فيه سبط رسول الله، قلت لك مكان فيه ثنايا رسول الله، مكان نزلت فيه سورة المائدة، عمل له مسجد.
بمحضر رسول الله صلى الله عليه وآله، فما بالك بأن يدفن الحسين اللي يقول حسين مني وأنا من حسين. فأسباب التقديس الدينية حسب ما يذكرها القرآن أو سيرة الرسول صلى الله عليه وآله أو سيرة المؤمنين والمتشرعة بإمضاء رسول الله كلها موجودة في كربلاء. فلذلك كان يترقب الوصول إلى هذا الموضع، فمن هنا ذكرت المنازل التي مر بها رسول الله منزلا من مر بها الحسين منزلا منزلا، هذا المنزل معروف، هذا المنزل معروف، هذا يعني المحطات اللي نزل بها الحسين سلام الله عليه، وكان يسائل، وظهرت كرامات في أثناء الطريق في هالمنازل. فمثلا بعض المنازل ما كان يوجد في شجر وما كان يوجد ماء، فخرج الماء ببركة الحسين، وأيضا الوادي خضر بواسطة الحسين لما توضأ، وأم وهب يقال أنه كشف عن عينها وعاد إليها بصرها ببركة الحسين سلام الله عليه. فيمشي والكرامات تسير معه، فلذلك ما زال يمشي ما نتعجب لما وصل إلى كربلاء وقف الجواد. الآن أنا ما أريد أثبت القضية وأنفيها، هذه رواية ذكرها الخوارزمي، يعني مو الشيعة ذاكرينها، ذكرها عالم جليل من علماء السنة اللي هو خطيب خوارزم أو أخطب خوارزم إلا إليه مقتل الإمام الحسين، مقتل الإمام الحسين للخوارزم، يذكر هاي القضية يقول لما وصل، نعم وصل جواد الحسين وفرس الحسين إلى كربلاء وقف، فسأل ما اسم هذه الأرض، قيل له هكذا سبعة أسماء، الموجود في الروايات أيضا أن اسمها عامورة، وذكرت أسماء حوالي 14 اسم، إلى أن قالوا هذه كربلاء، قال انزلوا، فها هنا محل، نعم ها هنا محل مصارعنا، ها هنا مناخ ركابنا، ها هنا تسبى نساؤنا، ها هنا تذبح أطفالنا، ها هنا تقتل رجالنا، ها هنا أبقى على الثرى وتدوس على صدري الخيل، بينما الصبط بأهله مجدا في المسجد، وإذا الهاتف ينعاهم ويدعو ويشهد، إن قدام مطاياهم منه ساعة إذ وقف المهر الذي تحت، فعلى صهوة ثان فأبى أيه، فدعا في قومه يا قوم ما هذه، قيل هذه كربلاء، قالك قيل هذه كربلاء، قالك بعد ويا قيل هذه كربلاء، قالك خيموا إن بهذه الأرض ما القلعة يسك، فأطلتهم جنود كالجراد المن مع شمر وابن سعد كل كذاب، فاصطل الجمعان نار الحرب في يوم، واستدارت في رحى الهيجاء أنصارين، إلا صبط الرسول بكربلاء حيار نجيبه
قالهم شسمها القاع يا ليوثي الحري، قالوا يا ابو السجاد اسمها الغاضريات ولها اسم عند الخلائق شط الفرا، معنى نواو العقور يا سيد السادة. قالهم قلب من الوجد يسعر له بالله ش اسمها غير هادي يا صنع. قالوا طفوفو كربلاء يا ابني الأمة، نزلوا ترى غير هذه الأرض ماري، وقولوا لزينب تستعد لها المصي إن كان هذه كربلاء بشرب بلا. نزلوا ترى لاحت على مات المن، لازم بجانب هالأرض نبقى ضح واجسادنا تبقى على الغبرة تريبة. كم شاب ما يهنى بشباب بيض اللمع، كل نبع راها انضل عرا يا ولا النقبو. هذه مصايبنا وعدنا يوم طير المنون اسمع على راسي نعيبة، لثائر برعيد صاحبي صلاة عبا. قل البيت خلى يا خو يا ويرفع الرأس، افعل فعل للحشور بيتتحدث الناس، وانا على اسمي خوك جيد من الحريبة. قال لي يا ابو فاضل انا ما هاجت احزاني لجل ذبحت ذبحت رجالي، حزني يا ابو فاضل لجل ضيعت ضيعت عياه. وش حال زينب لو بقت من غير